ركضة طويريج إحدى الشعائر المقدسة في زيارة عاشوراء، حيث تقام في منطقة باب طويريج حتى المخيم الحسيني، يتخللها رفع علام حسينية تتوارث عبر الأجيال. إحنا شباب طويريج كل عام نجي لهذا المكان المبارك لعمل رايات ركضة طويريج المباركة لأجل المشاركة بها بركضة طويريج اللي تكون بالعاشر من محرم الحرام. شاي الشعيرة نطبقها كل سنة من احنا صغار ورثناها الأبناء، مع العلم احنا تورثناها من آبائنا واجدادنا. تتشارك الأيادي بهذه الشعيرة لتجهيز الأعلام وترتيبها. لا يقتصر الأمر على كربلاء، فالمحافظات لها دور في المشاركة والعمل، فاختيار الألوان وتطريزها يتم في منطقة طويريج حصرا. انولدت هذه الفكرة بأن يكون هناك علم موحد يكون يحملها المعزين والمشاركين بمراسيم ركضة طويريج المليونية الخالدة، فاختار اللون الذي يرمز إلى نصرة الإمام الحسين وهو اللون الأخضر، وأيضا تم اختيار العبارة اللي هي واحسين واحسين، نسبة إلى النداء الذي يصرخ ويهتف به المعزين أثناء مسير ركضة. جئنا من مدينة النجف الأشرف للمشاركة في هذه الشعيرة المقدسة لإعداد رايات ركضة طويريج. هكذا هي شعائر الحسين عليه السلام، يتسابق الجميع لإحيائها في زيارة عاشوراء. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.